إذن الحكومة السورية تحدد 100,000 ليرة سورية للحصول على جواز السفر المستعجل للنتابة. من تاريخ 24 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري بات السوريون مخيرين بالوقوف إما في طوابير 13,000 ليرة سورية أو طوابير 100,000، وهي الأسعار الجديدة لجواز السفر السوري بحسب قرارات الحكومة. وزارة الداخلية في الحكومة السورية حددت الأربعاء الماضي تكلفة جواز السفر للسوريين المستعجلين داخل البلاد، والذي يصدر خلال يوم واحد بتكلفة تصل إلى 100,000 ليرة، أي نحو 30 دولاراً، بينما تكلفة الحصول على جواز السفر العادي حالياً 13,000 ليرة، حوالي 3.71 دولارات. وبررت الوزارة في تعميم قرارها بأنه جاء لتلبية رغبة المواطنين، حيث يمكن إصدار الجواز الفوري واستلامه خلال يوم واحد بعد دفع المبلغ، الأمر الذي دفع مراقبين للتساؤل عن أسباب تأخير حصول السوريين على جواز سفرهم، بينما تستطيع الدوائر المختصة إصدارها بهذه السرعة. هذا وبدأ اعتماد خاصية حجز دور إلكتروني للحصول على جواز سفر في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، بعد أن تمت تجربتها قبل أيام في دمشق وريفها، حيث أقرت وزارة الداخلية القرار الأربعاء الماضي. ومنذ يوليو تموز الماضي شهدت إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في جميع مناطق سيطرة الحكومة ازدحاماً شديداً لأجل الحصول على جوازات سفر، ولم تقتصر الأزمة على داخل سوريا فقط، بل واجهت القنصليات خارج سوريا الأزمة ذاتها. وفق مؤشر هينلي باسبورت لتصنيف ترتيب جوازات السفر عالمياً، يحتل جواز السفر السوري الترتيب الأخير بقائمة الجوازات التي تسمح لحامليها بالوصول إلى وجهات من دون تأشيرة مسبقة، حيث لا يمكن للسوري الدخول سوى إلى 29 دولة فقط من دون تأشيرة، بينما تتطلب بقية الدول الحصول على التأشيرة لدخولها. ومن هانوفر أرحب بالسيد سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري. أهلا بك سيد سامر في برنامج حديث اليوم ومساء الخير. يعني اليوم استصدار أو الحصول على جواز سفر المستعجل بمئة ألف ليرة سورية، اليوم ما الأهداف بخصوص هذا القرار؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة في أول المثل إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني والمزعج بالموضوع ببيان أول كلمة بيان وزير الداخلية حرصا من وزارة الداخلية على الحصول الفوري للمواطن، يعني وكمان يعني بمنية، يعني كمان بمنية للمواطن حصوله على حق من حقوقه. جواز السفر هو حق من حقوق أي مواطن بأي دولة. حقيقة النظام السوري بات يعتاج على حاجات السوريين. يعني أنا لو الحديث ما له علاقة بجواز السفر لأضرب مثل بس شيء بالشيء يذكر، أنا من كم يوم من فترة كان عندنا حالة وفاة، أجار فتح القبر مو شراء قبر، أجار فتح القبر كان 600,000 ليرة. يعني اختار هذا النظام من وين بده يجيب مداخيل لخزينته. طيب 100,000 ليرة سوري ما يعادل بين 25 ل 30 دولار. أنا واثق بأنه بعد فترة رح يزيد المبلغ هذا، لأنه العالم اللي تسافر غالبا معتمد على أهالي المغتربين، ال 25 دولار بالنسبة للمغترب مبلغ مو كبير، فبيبعتوا له، فبتصير أزمة تانية حقيقة. يعني قبل ما يطلع هذا المرسوم وزير الداخلية عند نظام بشار أسد، كان لازم تبحث وزارة الشؤون الاجتماعية السورية لماذا مستعجل المواطن السوري على السفر. قبل ما تأمن له أنت جواز سفر مستعجل، يجب أن تبحث لماذا المواطن السوري مستعجل على ترك وطنه. هذا السؤال كان أبدأ من موضوع الحرص
الكاذب الذي أطلقه وزير داخلية نظام بشار أسد على المواطن السوري لحصوله على حقه. حقيقة هذا مصدر من مصادر تشريح المواطنين السوريين لدعم خزينة اقتصاد منهار بكل أركانه، زراعية، صناعية، سياحية، خدمات، لرفض الخزينة لاستكمال الحرب المجنونة على هذا الشعب العظيم. نعم سيدي. قبل أن نبدأ بالسؤال الثاني، أكيد البقية بحياتكم سيد سامر. شكرا. يعني اليوم أبعاد ذلك، يعني كان جواز اصدار جواز السفر يبلغ حوالي 31 ألف ليرة سورية أو 40 ألف ليرة سورية، اليوم أصبح 100 ألف ليرة سورية. ما بعد ذلك تنزل ألف، حقك تنزل ألف، لأنه صرنا نتفاجأ بالأرقام يعني حقيقة. عيد السؤال لو سمحتي. أبعاد هذا القرار، قرار الاصدار بمئة ألف ليرة سورية، مثل ما قلت يعني أبعاده هو عبارة عن رفض خزينة النظام بحاجة السوريين، يعني ما لا أي تفسير آخر أختي الكريمة. من فترة وأنا صرت أقول بعد هذا القرار بأنه الأزمة عدم وجود الجوازات أعتقد أنه 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 كانت مفتعلة للوصول لهذا القرار. يعني نحن دائما بنعرف نظام الأسد منذ 70 يخلق الأزمة ويضغط على الأزمة ويشتد الأزمة، تشتد الأزمة ثم يخرج بحلول يستفيد منها ماليا. فأنا صرت أقول بأنه أزمة الجوازات اللي صارت من أول آب، واللي طلع كمان وزير الداخلية صرح بأنه بأوائل آب 2021 نهاية آب رح تنحل وما انحلت، كان هو عبارة عن تجديد لهذه الأزمة حتى الراغب بالسفر من آب إلى الآن يدفع 100 ألف ليرة بكل أريحية مشان يحصل على الجواز ويغادر هذا الوطن. أبعاد هذه الخطوة الأسدية هي زيادة الضغط على السوريين، وبيعرف النظام اللي بده يسافر ال 25 دولار ما بتشكل له شيء، يعني ما بتشكل له شيء للي عنده مغترب مو بالداخل، بيصفى المشكلة اللي ما عنده مغترب ونادر بعد ما تهجر نصف الشعب السوري، وعمليا سياسة إخلاء. وهو بيعرف النظام انه بده العالم بده تهاجر بعد هذا الواقع المرير، انه طب انا ليش ما استفاد من 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 موضوع خروجهم؟ خرجوا اول فائدة عم حاول ضبط سوريا المفيدة، اثنين بيستفاد ماليا. هي أبعاد هذا القرار سيدتي. طيب تبعات ذلك، يعني فهمت من حضرتك بأنه اليوم الحكومة السورية تحاول عندما رفعت سعر استصدار الجواز السفر المستعجل 100 ألف ليرة سورية هي لقطع الطريق على السماسرة الذين يستطيعون استصدار الجواز بمبالغ هي أكبر من الموجودة أصلا، يعني مثلا 30 ألف أو 40 ألف، الحكومة هي تحصل على 100 ألف بدون وجود السمسار. تبعات ذلك برأيك؟ سيدتي اول شيء عم نحكي على السماسره، يعني لما كان يرفع المازوت بحجه من مثلا من 10 ل 15 بحجه انه كان عم يباع بالسوق السوداء ب 15، لا الدوله استفاد، فبيرفع لل 15 بيجي بالسوق السوداء ينباع ب 20. موضوع السماسره، ليش مين السماسره ولي؟ مو ظلموا ازلموا النظام، والسمسره رح تبقى ما بقي هذا النظام. حقيقه يعني وكل اسف، بكل اسف انا ما بقول انه في هناك ابعاد لهذه أو ترتيبات لهذا القرار، لأنه حقيقة النظام يفعل ما يريد في ظل صمت مجتمع دولي. يعني كان المفروض من زمان، من وقت ما بلشت الثورة وبعد ما بلشت الهجرة، تصدر جوازات سفر أممية أو وثائق سفر أممية تقطع هذا النهر الدخل اللي عم يفوت على النظام، سواء من الجوازات سفر في السفارات والقنصليات أو جوازات سفر الداخلية. ولكن حقيقة أنا ما أنا شايف أي ترتيبات قد تصدر هذا القرار سوى رضوخ المواطن السوري المسكين الذي راغب من الهروب أنه يدفع 100 ألف ليرة. وهي ترتيباته هو زيادة غناء شبيحة النظام وأمراء الحرب النظام، وزيادة رفض الخزينة بأموال استخدمها في الحرب. للأسف الشديد أنا ما بتوقع أي ترتيبات أو إجراءات عن هذا القرار، لأنه يعني حقيقة هذا الشعب السوري خزل
جزء من معارضته من المجتمع الدولي من كل الأطراف، وبالتحديد المعارضة التي يعني فضيحة جوازات سفرت مع نذير الحكيم ما دارت حاضرة بالأذهان. فأنا للأسف الشديد يعني بقدر أقول لك أنه ما في أي ارتداد هذا القرار، هذا القرار اتخذ وسيمر، وأنا متوقع كمان بعد فترة زيادة أخرى بأسعار بنفقات جواز السفر للسوريين. نعم سيدي، فأنا ما بشوف. نعم يعني خلال حديثك ذكرت بأنه هناك افتعال لأزمة استصدار جواز السفر، بما أنه دائما هناك حديث عن نفاذ الأحبار الخاصة والأوراق الخاصة بجوازات السفر، هل تتوقع اليوم يعني كل ما يرتفع المبلغ العالم يعني تتجه بسرعة لاستصدار جواز السفر؟ هل نتوقع أن يكون هناك أزمة جديدة؟ هل ستكون مفتعلة أو تداعيات لهذا القرار؟ أختي الكريمة، طالما 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 هذا النظام موجود من عام السبعين، يعني خلينا نكون يعني أنا بعتقد أنه أنت صبية ما بتتذكري السبعينات، ولكن احنا كنا عايشين بأزمة وراء أزمة. طول ما هذا النظام موجود هذه الأزمات لا تنتهي، يخرق الأزمة من 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 يعني من 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 لا من من لا شيء. نعم ستكون هناك أزمة أخرى وبحجة أخرى وبسبب آخر. دائما تعودنا هذا النظام أن يخرق الأزمة ويطرح الحلول التي يستفيد منها. فنعم حضرتك عم تقولي أنه هل تتوقع أنه يصير في أزمة أخرى؟ نعم، هلأ فتح الباب للحصول على الجواز الفوري حسب القرار بنهار واحد، وهذه معيبة حقيقة، لأنه مثل ما قلت لك أنه جواز السفر هو حق والمفروض يطلع بساعات، وبعض الدول أصبحت تصدر الجوازات عن طريق المكنة، يعني ما في داعي تروح إلى سلطة الجوازات الهجرة والجوازات، عن طريق الآلي الأوتوماتيكي بيصدر لك الجواز. هذه فضيحة حقيقة. ولكن الآن القرار اتخذ، 100,000 الذي يمتلك أهالي أبناء مغتربين ويريد أن يسافر أو مفتوح له طريق السفر سوف يرسل على 25-30 دولار. إذن نحن أمام أزمة قادمة، اختناق قادم للجوازات سفر، معناتها أمام أزمة قادمة، معناتها أمام حل آخر وهو بيرفع تاني النظام. حقيقة النظام يحتاج على الأزمات، لا يمكن أن يعيش بدون أزمات. نعم أنا أتوقع بأنه قريبا، ما بعرف الفترة الزمنية قديش بتحمل ذلك، ولكن نعم هناك أزمة أخرى للجوازات السفر إذا كان هذا سؤالك. نعم. طيب السؤال الأخير، اليوم الجواز السفر السوري يعني للأسف هو من أسوأ الجوازات السفر في العالم، وأصلا لا يستطيع الدخول إلا ل 29 دولة والباقي بفيزا، والموضوع كتير صعب. اليوم أيضا استحصال الجواز في صعوبة مالية، يعني 100,000 ليرة سورية. هل اليوم تعتقد بأنه السوريين اليوم مقيدين؟ نعم، لا ليسوا مقيدين، مأخوذين رهينة، يعني هذا التعبير أفضل. الشعب السوري الموجود تحت سلطة بشار الأسد مأخوذين رهينة حقيقة عن نظام أسد. بس لكن أنا بدي أحب نوع حتى 29 دولة، مشان ما يفكر المواطن أو المستمع أنه 29 دولة يا لطيفة. 29 دولة اللي بيسمح لهم جوازات سفر دخولها هي دولة أشبه بالنظام الأسد، دولة استبدادية، روسيا، وما يمكن روسيا بدها فيزا كمان، أعتقد روسيا بدها فيزا، يعني دول تعبانة مثل سوريا. نعم سيدتي، بالنسبة لسؤالك، الشعب السوري اللي موجود تحت نظام بشار الأسد هو مأخوذ رهينة أو دريئة حقيقة لصد كل يعني الارتدادات اللي تجي قد تأتي مضادة لهذا النظام. مثل أي رئيس عصابة سطو على البنك، أول شيء بيفكر يأخذ رهائن مشان الشرطة ما تقتحم البنك. النظام السوري يفكر بعقلية العصابة وأخذ بيان، ما بعرف تعداد اذا تعداد سوريا 25 مليون هاجر نصهم بيان 12 مليون. هذا النظام السوري اخذ اكبر رهينه عرفتها البشريه ككل، اخذ 12 مليون ونص نسمه رهينه حتى يحتمي خلفهم ويصدوا يعني الهجمات او الارتدادات التي قد تؤدي لسقوطه. فالكلمه الاصح هو رهينه سيدتي الكريمه. نعم نعم، سأكتفي بهذا القدر. كنت معي سيد سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي، كنت معي من هانوفر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فصل قصير ونعود لمتابعة الملف الأخير.